أهلا بكم من جديد مشاهدينا في قراءتنا التالية مقال اليوم، وضيفي فيها الأستاذ ياسين التميمي ضمن عنوان مقاله: هل نجح الحوثيون في تعطيل القطاع النفطي؟ الأستاذ ياسين معنا عبر سكايب، أهلا بك معنا أستاذ ياسين. تحية لك وللمشاهدين، حياكم الله. بداية أستاذ ياسين، الأسباب والدوافع التي تدفع بالحوثي لضرب المنشآت النفطية، ما الذي يريده؟ ما الرسائل التي يرغب بها؟ أعتقد أن الحوثيين لديهم اليوم هامش كبير للتصرف والمناورة، خصوصا أنهم خارج أي ضغط عسكري بسبب أنهم لم يعودوا هدفا عسكريا للتحالف، ولهذا هم الآن لديهم إمكانية للتحشيد، وبالتالي هم يريدون فرض أجندتهم عبر الضغط العسكري والاستراتيجي عوضا عن الحرب. وأنا في تقديري أن الحوثيين يريدون أن يتحرروا من كل شيء تقريبا، بما في ذلك الالتزامات التي قدموها في ستوكهولم، والتي كانت تتحدث بشكل واضح وصريح حول مرتبات الموظفين الذين يعملون في الجهاز الحكومي الخاضع للحوثيين. كان هناك اتفاق على أن يفتح حساب في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة، تورد إليه عائدات الجمارك والضرائب إلى آخره، ثم تصرف كمرتبات. لكن اليوم الحوثيون وفي سعيهم للحصول على المزيد من المكاسب من أجل تجديد الهدنة، هم يدركون تهافت المجتمع الدولي على تجديد الهدنة، الكل له حساباته من الأطراف الدولية والإقليمية، لهذا وضعوا شروط صعبة، منها أنهم طلبوا صراحة مرتبات للجهاز الإداري وحتى لمقاتليهم، يريدون الحكومة الشرعية توفر لهم المرتبات. هذه في الحقيقة يعني مطالب تعجيزية، ولهذا هم أرادوا حتى أن يخرجوها من دائرة العملية التفاوضية، بمعنى أنهم يقومون بضغط عسكري يحمل الجميع على القبول بمطلبهم، وبالتالي لن يكونوا بحاجة إلى تقديم تنازلات مقابل ذلك، فلجأوا إلى هذه الخطة، ولهذا تبدو الخطة خطيرة جدا. وربما استبعد كما جاء في المقال أن تكون هناك أطراف أيضا في الشرعية وفي المجتمع الدولي تتخادم مع هذه الهجمة. نعم، أكثر المتضررين من ضرب هذه المنشآت النفطية وتعطل العمل بها وبالتالي وقف بيع النفط للمشترين، من أكثر المتضررين؟ أكثر المتضررين شركة العاملة في القطاع النفطي والمرتبطون بسلسلة التوريد، هؤلاء أكثر حساسية بالنسبة لهذه الهجمات، لهذا سرعان ما يستجيبوا لمثل هذه الضغوط ويتوقفون عن النشاط. لكن في الحقيقة العائدات التي تتوفر اليوم من بيع هذه الكمية المحدودة من النفط هي في النهاية يفترض أن توفر المصاريف التشغيلية التي تقوم السلطة الشرعية بتأمينها كمرتبات إلى آخره، ولسد جزء من احتياجات الشعب اليمني الإنسانية والإغاثية. لهذا يمكن القول أن المتضرر الأساسي اليوم هو الشعب اليمني الفقير المعدم المحاصر بهذه الحرب، المنهك المشرد، الشعب اليمني بطبيعة الحال. لكن أطراف أخرى لها علاقة بمسألة إنتاج النفط أيضا تضررت من هذه العملية العسكرية. نعم أستاذ ياسين، هل تتوقع تفاهمات جديدة تفضي لمنح الحوثي جزءا من عائدات النفط بعد هذا القصف المتتالي للمنشآت بالمسيرات الحوثية؟ هل تتوقع أن يتوصل الجميع إلى شكل جديد من التفاهمات تكون لصالح الحوثي؟ حاليا معظم الجهود تنصب في هذا الاتجاه، والضغوط تأتي دائما من المبعوثين الأمريكي والأممي، ودائما يطالبون السلطة الشرعية بتقديم المزيد من التنازلات. وأنا في تقديري أنه لو ذهبت السلطة الشرعية لتقديم المزيد من التنازلات فإن ذلك سيحدد في الحقيقة طبيعة العملية السلمية والسياسية المقبلة التي يخطط لها المجتمع الدولي عبر المبعوثين الأمريكي والدولي، وهذا يعني أن تلك العملية لن تستجيب بشكل دقيق لمطالب الشعب اليمني ولا لمصالحه، وستذهب لترميم المشاريع الإنقلابية والمتمردة وتمكينها وتثبيتها. المطلوب الآن الرد التلقائي هو أنه في ظل انعدام الهدنة هناك ضغط على المنشآت الاقتصادية، هناك تعريض لحياة الآلاف من المدنيين في محافظة أنريب وفي محافظة تعز وفي مناطق أخرى، وهناك سيادة مباشرة للمنشآت النفطية، هذا يستوجب ردة عسكرية من جانب السلطة الشرعية. لكن السلطة الشرعية للأسف مكبلة وليست لديها خيارات، لأن التحالف هو من يتحكم بالقرار العسكري، وضف إلى ذلك
هو أن جزء ممن هم في السلطة الشرعية في الحقيقة لا يرون غضب استهداف المنشآت النفطية، لأنهم يريدون أن تعطيل هذه المنشآت، هدفهم الأساسي هو الذهاب إلى تفكيك الدولة اليمنية. والانفصاليون مثلا يقولون أنه ينبغي ألا تذهب الثروات التي تستخرج من الجنوب، وهي طبعا محدودة ولا يعني ليست بتلك قياسا بالثروات الموجودة في الشمال، ومع ذلك لديهم أوهام كثيرة فيما يتعلق بهذا الجانب، ولهذا أنا لا أستبعد أن يكون لديهم رضا عن هذا الاستهداف. كذلك المبعوث الأمريكي، المبعوث الأممي، من خلال هذا الضغط العسكري الذي يدان صوريا، لكن هذا قد يساعد المبعوثين للمزيد من الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بما يريده الحوثي. وأنا أعتقد أن الذهاب في هذا الاتجاه لن يقتمع السلام في اليمن، بل سيضع المزيد من القنابل والأفخاخ والألغام. نعم. المستقبل الذي يتطلع إليه. نعم، هناك سؤال يعني طبيعي أستاذ ياسين، يعني لماذا الفشل في حماية هذه المنشآت؟ تفضلت أنها ليست بالمنشآت الكبيرة، بالتالي يعني إمكانية حمايتها لا تتطلب تلك الكلفة الكبيرة، لماذا فشل التحالف في حماية تلك المنشآت وضربها مثلا متوقع طالما أن هناك اشتباكات وهناك حرب في اليمن؟ سبب الفشل في حماية تلك المنشآت ما هو؟ السبب المباشر هو أن التحالف لم يعد يهتم بالدولة اليمنية ولا بالمقومات التي تتأسس عليها ولا بمستقبل هذه الدولة اليمنية، لهذا منذ فترة بعيدة جدا سحب الغطاء الجوي من محافظة مأرب وسحب الغطاء الجوي من المناطق الحيوية. تقريبا المنشأة الغازية ذات الأهمية الكبيرة المتواجدة في بلحاف، وهي المنشأة التي تقوم بتسيير الغاز الذي يأتي من مأرب الشمالية، هذه لا تزال تخضع للإماراتيين، ولا ندري ما إذا كانت تتوفر لها الحماية من هجمات من هذا النوع أم لا. أنا في تقديري ربما يكون هناك حماية، لكن بقية المنشآت، والأهم من ذلك كله ليس فقط المنشآت، وإنما عندما تنظر إلى سكان مأرب وهم أكثر من مليوني نازح استقروا في هذه المدينة، هم عرضة لهجمات بالطائرات المسيرة، عرضة لهجمات بالصواريخ من جانب الحوثيين، وبالتالي حياتهم أنا في تقديري أغلى من الثروات النفطية وأغلى من الموارد الاقتصادية. هؤلاء مكشوفي الغطاء، لا أحد يحميهم ولا أحد يدافع عنهم، ولا يسمح لهم أيضا بتغيير معادلة المواجهة العسكرية مع الحوثيين من خلال امتلاك الجيش الوطني الذي يحميهم المزيد من الأسلحة والخطر النهاري. نعم، أشرت ضمن مقالك إلى أن كل ذلك لا تهتم حتى بتسليح الجيش الوطني. نعم، أشرت ضمن مقالك أيضا أستاذ ياسين التميمي لأن ذلك قد يدفع باتجاه شكل جديد لتوقيع الهدنة ببنود وتفاهمات جديدة. هل تتوقع أن الأمور ستسير بالنهاية إلى هدنة جديدة بشروط لصالح الحوثي أيضا؟ الأمور تمشي بهذا الاتجاه في تقديري. أي محاولة لفرض هدنة جديدة لن تتم إلا من خلال تلبية مطالب الحوثيين. الحوثيين ليس لديهم ما يخسروه في الحقيقة، لا يهتمون بالشعب اليمني، ما إذا كان سيعيش بسلام أم لا، ما إذا كانت ستتلبى مطالبه الأساسية والإغاثية والمعيشية أم لا. هؤلاء يريدون فرض مشروعهم السياسي بأي ثمن ولو حتى على حساب الشعب اليمني. المجتمع الدولي عندما يضغط باتجاه تجديد الهدنة، هو يريد أن يضيف مكاسب دبلوماسية له هو وليس لصالح الشعب اليمني، لهذا أيضا لا مشكلة لدي من أن تقدم السلطة الشرعية المزيد من التنازلات، وهذا في تقديري أنت هي الكارثة الحقيقية، وهذا لا يعني نهاية الحرب وإنما بداية العنف والفوضى التي يمكن أن تعصف باليمن، لأن الشعب اليمني في الحقيقة لا يمكن أن يسكت إذا وقد رأى السلطة الشرعية لا تحميه وقد رأى السلطة الشرعية لا تدافع عن حقوقه الأساسية. فأعتقد أن الأمور ربما تشهد تحولا ما على المستوى المدني. نعم، طالما أن الحوثي يريد استخدام أدوات خشنة لتحصيل مكاسب، وطالما أن الهدنة لن تجدد حتى هذه اللحظة، هل هناك توقعات أو احتمالات في حال لم يتحصل على ما يريد الحوثي أن يعود مرة أخرى للداخل السعودي وضرب منشآت نفطية لتعظيم الضغط بالتالي الوصول الأسرع إلى توقيع هدنة جديدة؟ هل هذا محتمل ومتوقع؟ أعتقد أن الحوثيين ليسوا بحاجة اليوم للتصعيد باتجاه الإمارات والسعودية. لماذا؟
هم كانوا دائما يلجؤون إلى هذا الخيار عندما تكون لديهم مخططات عسكرية حاسمة مثل محاولة سقوط مأرب. فالتحالف كان دائما يضمن بقاء المعادلة متكافئة إلى حد ما، بحيث لا يسمح للحوثيين بالتقدم تجاه المدينة، وهذا يفترض أنه يوفر غطاء جويا من ناحية، ومن ناحية أخرى يسمح بوصول الحد الأدنى من الذخائر والخطر الناري للجيش الذي يدافع عن مأرب. فهذا كان يزعج الحوثيين فيقومون بالتوجه نحو العمق السعودي والإماراتي. اليوم هذا الأمر أصلاً، هذا النوع العملياتي الحرب من جانب الحوثيين لم تعد كما كانت في السابق. هم اليوم يلجؤون إلى هذا النوع من الضغط العسكري، ينفذون بعض الاشتباكات هنا أو هناك. عملياً هم يقومون بالحرب حتى هذه اللحظة، لكن ليس بالمستوى الذي رأيناه في السابق. لهذا ستبقى الأمور على ما هي عليه. هم الآن يحققون أو يحاولون تحقيق أهدافهم من خلال الضغط الاستراتيجي على السلطة الشرعية وعلى التحالف وعلى المجتمع الدولي من خلال السلاح والمشاركة الحيوية. إذا ما كان هناك رد فعل ربما من جانب التحالف أو من السلطة الشرعية وتصاعدت الأمور عسكريا وتم الضغط على الحوثيين، قد يحاولون المناورة ويطرقون صواريخ أو طائرة في اتجاه العمق السعودي. كل الشكر لوجودك معنا أستاذ ياسين التميمي، الكاتب والمحلل اليمني. ضمن مقالك: هل نجح الحوثيون في تعطيل القطاع النفطي في اليمن؟